بتنقلولي يعني مشاعر او بتنقلولي اكسبيرينسز او بتخليني احس بقى عندي سمبثي ناحية ناس انا يمكن حظي احسن منهم فعلا، فهي الافلام دي يمكن فعلا مش ليها رواج او ملهاش جمهور كبير، بس انا بشكر اي ممثل كبير بيقدر ان هو يختار فيلم ملوش قاعدة جماهيرية كبيرة وينقل حاجة وثائقية زي كده. يعني كان نفسي اشوف سوريا فيلم مليان بشكل احسن، وكان نفسي اعرف برضه اللي بيحصل فيها ان احنا لما بنشوف من عدسه الصحافه اللي هي عمرها ما بتبقى حقيقه. فانا حسيت قلبي ولو بس قلبي هي قالت لي مشاعري، انا شايفه ان الفيديوهات اصلا ما كانش كتير، الفيلم بلاي ما كانش كتير، كان مش كتير طيب، بس هو كله عباره عن مشاعر متقابضه، مشاعر متقابضه وصلتني، مشاعر البنت اللي هي بتحاول تهرب من الحصار اللي هي فيه بانها عماله تتخيل السماء والبحر كل ده. انا حسيته قد ايه نقل لي يعني اكسبيرينس صعبه قوي، الناس فعلا ان هي مش عارفه تخرج عن الواقع المرير اللي هي فيه، في نفس الوقت هي عندها امل انها تهرب. فانا بشكر حضرتك جدا بجد للفيلم ده، يعني طبعا شغلي كله احنا مش هنتكلم عليه، بس الفيلم ده خليك تختاريه دي حاجه انا بشكرك عليها جدا. شكرا ليكي. بس في الجمهور ما تعرفش يعني الجمهور كبير خلاني بتاثر اكتر بالاحداث، وبقول لك انا لما عشت هناك وقت الفيلم حسيت كاني كنت في سوريا وقت الحرب، حسيت ان انا عشت الام واحلام الاسره دي. اتمنى اكون بتاثر. ده هاري اللي ما كنتش بجد. طيب هل ليها اي سؤال؟ انا شايفه سؤال مهندس. Gracias.
الجاي الجميل بتاعك ده حقيقي انا من احلى المرات اللي اتفرجت فيها مبروك في حبيبتي. اولا يعني مش لازم اقول اكيد كلكم من محبين جدا النجمه وحبيبتي.